نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بأبرز العناوين. تجدد المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي شمال محافظة الضالع وجبهة نهم شرق صنعاء. نازحو الحديدة يعيشون أوضاعا صعبة ومطالبات بسرعة الحسم العسكري. والسلطات عدن تكرم الحائزة على المركز الأول في امتحانات المرحلة الأساسية على المستوى المحافظة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها حياكم الله اغتال مسلحون مجهولون مدير قسم شرطة بير فضل بعدن ومرافقه الشخصي وقال مصدر أمني أن العقيد فهم الاسباحي ومرافقه ويدعى ماجد قتلا في اشتباك مسلح بإحدى الأراضي وكان الاسباحي وفقا للمصدر في مهمة منع في مهمة مهمة منع بناء بأحدى الأراضي في المنطقة حينما تعرض لإطلاق نار هذا وتجددت المواجهات العنيفه بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابيه في جبهه موريس شمال محافظه الضالع، وقالت مصادر ميدانيه ان عشره مسلحين حوثيين في كسر الجيش الوطني في هجوم على قطاع يعيس باطراف محافظه الضالع، وايضا تفاصيل عديده ذكرتها المصادر. قتل اكثر من 15 مسلحا من ميليشيا الحوثي الانقلابيه واصيب اخرون خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في محافظه صعده معقل الميليشيا واوضح مصدر عسكري ان المواجهات في صعده تركزت في محور باقم شمال المحافظه واكدت المصادر ان قوات الجيش صدت هجوما للمتمردين خلال سعيهم لاستعاده بعض المواقع التي خسروها او خسروها في المنطقه وساهم تدمير الجيش مؤخرا لمخازن سلاح ومنظومه التسلح. اتصالات تابعه للمتمردين باسناد من طيران التحالف العربي بشكل كبير في ارباك صفوف ميليشيا الحوثي وتهاوي مواقعهم في صعداء. قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابيه واصيب اخرون خلال تجدد المواجهات بجبهه نهم شرق العاصمه صنعاء. وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني أحبطت فجر اليوم الأربعاء محاولة تسلل لميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في مسيرة جبهة نهم وأوقعت منهم قتلى وجرحى ولذا البقية بالفرار وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش الوطني قصفت مواقع الميليشيا في جبهة رماحة والمش والمدور سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى من الانقلابيين وبتزامن شنت مقاتلة التحالف العربي اليوم ثماني غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيا الانقلابية كانت في طريقها إلى مواقع متفرقة في جبهة نهم قال قائد اللواء 22 مشاب المنطقة العسكرية السادسة العميد عبد المخلافي إن الأيام القادمة كفيلة بإعادة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى أوكارها، وأكد العميد المخلافي خلال زيارته للمعسكر التدريبي أن الاستعدادات جارية بالمنطقة وذلك بتدريب منتسبيها بمختلف الدورات التخصصية التي من شأنها تزويد الجيش بالخبرة القتالية الكفيلة بمساعدتهم بدحر الميليشيا الجوية أو عفن الحوثية وتحرير المحافظة، وأشار قائد لواء 22 مشاة أن القوات باتت جاهزة وفي تم الاستعداد للاوامر العسكريه والتقدم نحو تحصينات الميليشيا الحوثيه وتحرير ما تبقى من المناطق الواقعه تحت سيطره الميليشيا. حقق الجيش الوطني انجازا جديدا في معاركه ضد ميليشيا الحوثي الانقلابيه بجبهه القبيطه مع احتدام أو التحام جبهتي الشعب طور الباحة بلحج بجبهة حيفان بتعز بعد تحرير منطقة عيريم شمال محافظة لحج. وفي سياق متصل فاد المتحدث باسم جبهة القبيطة علي المنتصر في حديث ليمن شباب أن تقدما كبيرا يحرزه الجيش الوطني في معاركه ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات المديرية الثلاث مبشرا بقرب تحرير جبل جالسة الاستراتيجي والتي تتواصل العمليات العسكرية لتحريره ودحر الميليشيات منه واوضح المتحدث باسم جبهه القبيطه ان ميليشيا الحوثي قامت باقتحام مجمع الثوره التعليمي في سوق الاثنين ومنعت الطلاب من اداء الاختبارات واتخذت منهم دروعا بشريه غير ان وقوع غاره لطيران التحالف على موقع للميليشيا قريب من المدرسه مكن الطلاب من الهرب ومغادره المدرسه وكان الجيش الوطني احرز تقدما لافتا في جبهه القبيطه مع انطلاق العمليه العسكريه من ثلاثه محاور حيث تمكن الجيش في وقت سابق من سيطر على منطقتي الحلاجيم ونجد المشجر بمدرسه الخضر وفي الجهه الشرقيه فقد حقق الجيش ايضا انجازا كبيرا تمثل في تحرير مناطق شرف حفيظ وجوله عيريم وجبل المتكا واللقمه والسوداء والموشج ومنطقه المغصوب كامله وتاتي هذه التطورات فيما لا يزال التقدم مستمر باتجاه نجد طمران والذي يمكن يمكن من الوصول الى مدينه الراهده جنوب مدينه تعز. من زبيد والساحل الغربي إلى مديريات الصلو وخدير القبيطة تتوالى أخبار انتصارات قوات الشرعية بإسناد من التحالف العربي في محافظتي الحديدة وتعز في سبيل دحر ميليشيا الحوثي الإرهابية والقضاء على الخطر الإيراني لليمن والمنطقة فلنتابع عقب أيام قليلة من انتصار حاسم حققته قوات العمالقة بتحرير مركز مديرية التحيتة في الساحل الغربي، تقدمت لتقطع الخط الرابط بين مدينتي زبيد والتحيتة، تمهيدًا لتمزيق الميليشيا في عدة جيوب صغيرة وإجبارها على الاستسلام أو الموت برصاص العمالقة الاخبار القادمه من الساحل الغربي تفيد بان قوات العمالقه سيطرت عقب معارك شنتها ضد الميليشيا الشرقية مدينه التحيتة باتجاه مدينه زبيد على مثلث التحيتة زبيد وفي مؤازره تقدم العمالقه في الحديده يتقدم الجيش في مديريتي الصلو والقبيطه وشبرا شبرا ومترا مترا يحرر الجيش الوطني المناطق في تلك المديريات من دنس ورشث الكهنوت الامامي. مصادر عسكرية أكدت ليمن شباب أن وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها على منطقتي شرف عيريم والمقصوب في طريقها نحو منطقة سوق الاثنين وسط تحليق وغارات مستمرة لمقاتلات التحالف العربي. تم بحمد الله في هذا اليوم الاستيلاء على مناطق الكرب والتباب المجاورة لها والآن نحن في في اتجاه في اتجاه جالس وحصار جبل جالس. وإن شاء الله المعركة مستمرة حتى تطهير هذه المناطق كاملة وفي الصلو دكت قوات الجيش الوطني الخطوط الدفاعية الأولى للميليشيات في مديرية دمنة خدير المحاذية للصلو وبحسب المصادر العسكرية فإن قوات الجيش تمكنت من تحرير نقيل الصلو والسيطرة على سائلة وجسر ووادي موقعة موقعه اربعه قتلى في صفوف الميليشيا واسر ثلاثه اخرين بينما تقوم فرق الهندسيه العسكريه بتفكيك حقول الالغام الارهابيه للامامه الكهنوتيه في الطرقات والمنازل والمدارس والاشجار. طيران التحالف شن خمس غارات على اليات الميليشيا وتعزيزاتها في مفرق الصلو ودمرت ثلاث اليات عسكريه للامامه بما فيها من مقاتلين. أوضاع النازحين من مناطق الحديدة تستدعي سرعة الحسم العسكري وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى منازلهم. التقرير التالي يسلط الضوء على جانب من معاناة النازحين فلنتابع. هاربين من جحيم الحرب وجهتهم هي الصحراء. فروا من قسوة الحرب وقصف ميليشيا الانقلاب الذي يطالهم إلى صحراء يفترشونها ويلتحفون السماء ويقتاتون الرمضاء. هنا محاوله لصنع شيء من العدم هذا كل ما لديها لا يكفي لاطعام شخصين فكيف باسره كامله تعيش هذه الاسر النازحه من مختلف مناطق الحديده هنا في مناطق الساحل الغربي منذ اشهر معاناه قاسيه بلهجتها الاصيله تشكو هذه المسنه غياب المساعدات الاغاثيه على ابو انا شي ما ابو انا ابو انا بخيب ذهب نبي ان هدي ما احنا والله مشمتين كذا أبو انا من اثنى كنابل ذا احنا ما نابون ذا احنا مشمتين شمات بنت البقعه حنا وبني حنا وبني بين حنا زي تعبان تعبانين تعبان ولا حصلنا عاد احنا شيء لا طاوات ولا مصابن ولا حمني ما قلت لي اربع شهور بالمخيمات يعني سمعنا انا بالمخيمات يجيبوا 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 لي اربع شهور يعني الحال زي ما هو ولا شيء وفروا لنا يعني مي مره في مره ما في قبل كل شيء يجيبوا لنا الحمامات يوفروا يعني نحن معانا اطفال نحن معانا جهال معانا بنات معانا يعني وثاني شيء يدعمون احنا يعني باشياء ما لهاش داعي يعني مثل كنابل مثل الفرشان الفرشان يعني كل خيمه ما شاء الله فيها خمسه سته جيب لك فرش واحد لمن؟ من لمن؟ الذي؟ ولا الذي؟ والذي ما شاء الله 110 انفار في الخيمه المئات من الاسر هنا تفترش الصحراء وتتسع موجة النزوح مع استمرار الميليشيا في اتخاذ منازل المدنيين دروعا بشريه وقصفها على المناطق التي حررتها قوات الجيش الوطني. كل هم هؤلاء ان يعودوا الى منازلهم لا فيها ميليشيا ولا شعاراتها الى حياه امنه. فكيف السبيل اليها؟ ذلك يتطلب سرعه الحسم العسكري للقوات الشرعيه لتقليل فاتوره الضحايا وتخفيف المعاناه. بدأت قيادة محور تعز العسكري في أعمال الهيكل للألوية العسكرية حيث دشرت اللجنة المكلفة بذلك أعمالها في اجتماع برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبد الكريم الصبري وناقشت اللجنة في أول اجتماع لها برنامج وآلية عملها بناء على توجيهات الرئيس عبد ربو منصور هادي وقرر الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة طباعة الهيكل التنظيمي للوحدات العسكرية مع كافة تفاصيل وتوضيحاته واستكمل أي الهيكل التنظيمي في شعب المحور ورفعه للجنة. وتضمنت مخرجات الاجتماع ترتيبات أوضاع الوحدات العسكرية بصورة صحيحة. ووفقا أيضا للملكات البشرية الممتلكات البشرية المعتمدة. وبناء على أيضا توضيع موضوعاتها القتالية في مسرح العمليات. وأحل الاجتماع الحالات الخارجة عن الجاهزية القتالية. من معاقي الحرب والشهداء والوفيات إلى الرعاية وجهات الإختصاص يبحث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث عن نقطة التقاء يمكن من خلالها استئناف المشاورات السياسية بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران وتشير المعلومات إلى أن التطورات محدودة في سياق جهود المبعوث نحو استئناف المفاوضات أيضا دون ما رؤية واضحة لذلك هل حان وقت استئناف المفاوضات المباشرة بين الأطراف اليمنية ودقت ساعة بداية نهاية الحرب التي أحرقت الأرض اليمنية وأرهقت المواطن اليمني؟ تحركات حثيثة يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث خلال الأسابيع الأخيرة لقاءات بالأطراف اليمنية وزيارات إلى العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء والرياض ومسقط بغية التوصل إلى حل يعيد الأطراف اليمنية الى طاوله المفاوضات المباشره. من عدن اعلن المبعوث الدولي الى اليمن مارتن جريفيث ان الرئيس اليمني شكل لجنه لدراسه بدء التفاوض مع الحوثيين يشرف عليها رئيس الوزراء. جريفيث قال في حديث للصحفيين عقب لقائه الرئيس عبد منصور هادي ان الرئيس هادي شكل لجنه باشراف مباشر من رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر لبلوره العوده الى التفاوض وتطلع جريفيث الى التعاون مع هذه اللجنه وقال للصحفيين اعمل حاليا على اجراء مشاورات مع حكومه اليمن وانصار الله الحوثيين حتى نصل الى نقطه يمكن منها استئناف المفاوضات الرسميه واضاف سنقوم بذلك باسرع ما يمكن نظرا للموقف الانساني في اليمن مؤكدا على اهميه الافراج عن المعتقلين والاسرى من الطرفين مارتن جريفيث كان قد عبر عن امله الشهر الماضي في ان تجلس الاطراف المتحاربه على مائده التفاوض في غضون اسابيع لانهاء القتال في الحديده ومينائها الذي يشكل شريان حياه لليمن وقبل نحو اسبوعين اعلنت الامارات وقف العمليات العسكريه لتحرير ميناء الحديده الحيوي غربي البلاد وبحسب رويترز من المقرر أن يلتقي وفدا من الحكومة الشرعية مع نائب المبعوث الدولي الخاص باليمن معين شريم منتصف هذا الشهر في الرياض لبلورة الأفكار للمناقشات قبل الذهاب إلى محادثات مباشرة مع الحوثيين وعن موقف جماعة الحوثية الإنقلابية من مساعي المبعوث الأممية الرامية لاستئناف المفاوضات المباشرة بينها وبين الشرعية قال مسؤول في الجماعه الحوثيه المسلحه الاثنين ليمن مونيتور ان وفد الحوثيين المتواجد في مسقط تسلم ورقه من جريفيث بشان بدء المفاوضات التي لا تتضمن جدولا زمنيا محددا ولم يصدر اي تعليق من الجماعه عن الخطه التي سلمت لهم اليمنيون في الداخل والخارج يترقبون مساع المبعوث الاممي الرامي لاستئناف المفاوضات بين الاطراف اليمنيه بعين الامل متمنيين ان تفضي مساعيه الي حلول توقف الحرب وتثبت دعائم السلام المستدام نفذ العشرات من اهالي ضحايا تفجيرات الخلايا التخريبية الحوثية وقفه احتجاجيه بمدينه الحزم للمطالبه بسرعه محاسبه العناصر المتورطه في تنفيذ تلك العمليات الاجراميه، وفي بيان صادر عن الوقفه اكد اهالي الضحايا ان تقاعس الجهات المعنيه في محاسبه العناصر التخريبيه واحالتهم للقضاء هو جريمه بحق الوطن والضحايا الذين سقطوا نتيجه هذه العمليات الاجراميه، ودعا الاهالي في البيان الى سرعه الكشف عن المتورطين في الجرائم التخريبيه والقاء القبض على من تبقى منهم وانزال اقصى العقوبات الرادعة بحقهم وأدان الأهالي استخدام ميليشيا الحوثي الأطفال والنساء وإقحامهم في أعمال إجرامية من خلال زرع العبوات الناسفة التي راح ضحيتها مدنيون أبرياء كما طالب الأهالي بنشر التحقيقات وإطلاع أولياء دم الشهداء والضحايا والرأي العام عليها مؤكدين استمرارهم بالاحتجاج حتى يتم تلبية كافة مطالبهم كشف رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين بحضر موت محمد عبد القوي جابر عن وجود عدد من المختطفين والمخفيين قصرا من قبل القوات الإماراتية في عدد من السجون بمدينة المكلا رغم صدور قرار بالإفراج عنهم وأوضح جابر في مداخلة له على قناة يمن شباب أن عوض دقيل وسمير يوسف لا يزالون مع عدد آخر من المخفيين يقبعون في السجن المركزي بالمكلا دون أن يقدموا للمحاكمة وأتت تصريحات جابر بعد يوم من إفراج قوات إماراتية عن دفعتين متفرقتين ضمت 15 و18 من المعتقلين في سجونها بحضرموت ونفى رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين أن يكون قد تم الإفراج عن جميع المعتقلين والمخفيين مشيرا إلى أن توجيهات صدرت من محافظ حضرموت لإطلاق بعض المعتقلين غير أن مسؤول السجن رفض بحجة عدم السماح للحاكم العسكري الإماراتي. في حضرموت لتنفيذ التوجيهات. كشف محافظ البنك المركزي محمد زمام عن تشكيل لجنة مكونة من البنك المركزي والغرفة التجارية وممثلي البنوك التجارية وشركات الصرافة لتحديد أسعار بيع وشراء العملات وفقا لمعطيات اقتصادية منها الأسعار السوقية الحقيقية للعملات في الأسواق اليمنية وقال خلال ذلك في عدن أن أو قال منسق عدن للشؤون الإنسانية الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدن ليز جراند أن اللجنة ستشرع ب. بإصدار أو ستشرع بإصدار نشرة لذلك مضيفا أن سياسة البنك بخصوص أسعار العملات قائمة على تنافسية السوق يأتي هذا فيما شهدت العملة المحلية تراجعا أمام الدولار بعد استقرار نسبي خلال الفترة الأخيرة وفي الشأن المتعلق بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية المتوقفة منذ أغسطس للعام 2016 اشار محافظ البنك المركزي بان مجمل الصعوبات الماليه التي تواجهها على هذا الصعيد ومنها عدم توريد الايرادات من المحافظات غير الخاضعه للحكومه الشرعيه وهو ما يحتم من صعوبه الحديث عن مصروفات دون الحديث عن الموارد حد تعبيره قرار منع دخول مواطني خمس دول من بينها اليمن الى الولايات المتحدة أوجد معاناة كبيرة بالنسبة لليمنيين الفارين من الحرب بحثا عن ملاذ في دول العالم. هذه المعاناة مجسدة في التقرير التالي فلنتابع. لا تزال التغريبة اليمنيه هي الأطول عبر تاريخ الشعوب فقد عبر عنها شاعر اليمن الكبير البرادوني حين قال: يمنيون في المنفى ومنفيون في اليمن فماساه الحرب التي تمر بها البلاد تلقي بكاهلها على اليمنيين خارج الوطن فالمغترب اليمني في دول الجوار ليس افضل حالا من المغترب اليمني الذي يعيش ما وراء البحار نزل قرار المحكمه الامريكيه بمنع المهاجرين من خمس دول اسلاميه من دخول امريكا من بينها اليمن جاء هذا القرار كالصاعقه بينما مئات العالقين في جيبوتي وماليزيا لا يزالون ينتظرون الموافقة للهجرة إلى أمريكا بينما ظلت الجهة الرسمية المعنية طرفا محايدا وكأن ما يحدث هو خارج اختصاصاتها ومهامها فالحدود التي أقفلت أبوابها بوجه اليمنيين لم تعد مقفلة للقادمين وإنما فتحت للهاربين من قساوة الإجراءات والقوانين التي حصرتهم بأرزاقهم هذا هو قدر اليمنيين الذي يصنعه الساسه الحرب والموت وغياب المسؤوليه من ذوي القرار فاليمن يحاصر بارزاقه داخليا وخارجيا وهذا لم يحدث في تاريخ البلاد منذ قرون بل هي اسوا مرحله تمر بها البلاد وزارتي الخارجيه بهيئاتها الدبلوماسيه وسفاراتها في الخارج ووزاره المغتربين لم تبذل اي جهد في سبيل التخفيف على حياه اليمنيين في الخارج ولم تراعي حتى ظروف البلاد انسانيا وهي التي تخوض حربا منذ اربع سنوات في ظل عدم استقرار سياسي واقتصادي في البلاد يمكن البناء عليه في التخفيف من الازمه الانسانيه المتصاعده ولا افق حتى الان للخروج من هذا المازق كرّمت قيادة السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن الحائزة على الترتيب الاول على مستوى المحافظة في امتحانات المرحلة الاساسية للعام الدراسي 2017-2018 وهنأ محمد نصر شاذلي وكيل محافظة عدن الطالبة المتفوقة ميار مازن عبد الله بحصولها على المركز الاول مؤكدا دعم قيادة السلطة المحلية لكل المبدعين والمتفوقين من الطلاب والطالبات في مجالاتهم العلمية المختلفة واعرب مدير عام مديرة المعلا فهد المشبق عن أمله في تحقيق الطالبة ميار المزيد من التفوق والإبداع عند نيل شهادة الثانوية العامة أعربت لجنة من وزارة التربية والتعليم عن ارتياحها لسير امتحانات الشهادة الثانوية في مدارس محافظة الضالع، وقالت اللجنة خلال زيارة قامت بها لمدارس المحافظة إن الامتحانات تسير بطريقة سلسة وطبيعية رغم ظروف الحرب الدامية على أطراف المحافظة، وشملت زيارات اللجنة المدارس الواقعة في خط التماس بمنطقة بم... بمنطقة موريس، حيث اطلعت على سير العمليات والامتحانات ومتابعة كافة الجوانب اللازمه لانجاحها وابدت اللجنه الوزاريه استعدادها لحل كافه المشاكل التي تواجه الطلاب لا سيما النازحون من مناطق المواجهات قال مدير عام الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم ناصر لهدار إن عملية الامتحانات تمضي بشكل جيد ومرضي وأكد أيضا عزم الوزارة على إنهاء ظاهرة الغش بشكل كامل مشيرا أن هذه القضية باتت متجدرة وبحاجة إلى فترة طويلة للقضاء عليها وأشار المسؤول الحكومي خلال زيارة له إلى العديد من التفاصيل حول سير الامتحانات وزارة حاليا تعمل على انهاء ظاهرة الغش بشكل عام. لكن الموضوع هذا متقدر ويحتاج الى فترة طويلة يعني مش في يوم وليلة. قبلنا النازحين في كل المراكز التعليمية سواء كان عندهم ارقام جلوس من المحافظات التي نجحوا منها او من عدن او من او بدون ارقام جلوس. على اساس ان نعطيهم فرصة الامتحان ثم نراجع وثائقهم الاولى اذا كانت تأهلهم للامتحان. يفرج عن النتيجه، اما اذا كان ظهر ان ليس لديه شهاده اول ثانوي او اخطاء في بيانات او شيء تحجب النتيجه لن الى هنا نصل واياكم الى ختام النشره ولم يبقى لنا الا التذكير بعناوينها. تجدد المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي شمال محافظه الضالع وجبهه نهم شرق صنعاء. نازحو الحديدة يعيشون أوضاعا صعبة ومطالبات بسرعة الحسم العسكري وسلطات عدن تكرم الحائزة على المركز الأول في امتحانات المرحلة الأساسية على مستوى المحافظة انتهت النشرة هذه تحية في أمان الله